بعض الناس عندنا هدانا الله إياه شغله الشاغل أن يكفر. ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار؟ حرص عليه الصلاة والسلام على هدايتهم. كان يأتيهم في كل مكان يدعو لهم بالهداية، يعاملهم بحسن الخلق. عندنا بعض الناس في هذه الأيام ليس له عمل إلا التكفير. أول شيء يكفر الحكام الرؤساء، وبعد هذا يكفر المحكومين الشعب. من بقي؟ هو يكفر نفسه حتى. هذا قسم من الناس. القسم الثاني لا يكفر أحد حتى لا يكفر إبليس. يقول لا، ممكن الشيطان يدخل الجنة. الصحيح الوسط أننا لا نكفر إلا من كفر الله سبحانه وتعالى. اليهود، النصارى، المجوس، إبليس، فرعون، علي أن أحذر من الشرك، أحذر من الشرك على نفسي وأحذر الناس منه. نعم.